خلي كنت ما خلي خلي كم من ثلاثة لا تنرجع تنس تيتو رجع متابعي جلالة عبير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة بالضبط من حي الدريسية. واحد الفاجعة اللي وقعت البارح، خلوكم معنا نسمعوا التفاصيل ديال هذه الفاجعة. تفضل عاودنا المشكل اللي وقع. السلام عليكم اخي. هادشي هذا اللي كتشوف، هذا الانسان هذا رزقه هادشي هذا. عامي الصباح جا مورايا السيد خدام معاه بوفري فيقني من الناس. انا خاصني كنت حان هي الشفار. اجي احمد، احمد اجي احمد عندك هادشي هذا خدام. انا ويا خدامين مع بوبري. انا كنت حان شفاري هذا كيبيع تسبن وكيبيع بحال كيبات هنايا بوبري. بصباح جان عندي دوق عليا بوبري، قال لي اللي وقع لي شمال اللي وقع اللي وقع. كيفاش؟ قال لك طلعنا عنده بارع ماشي الموتور ديالو، جبت به الطرشه. قالوا واش كتعمل؟ لا جبت عليه السفره زولها له هشام. هذا اللي سمعنا ما عندنا حضر، ما حضرش انا يعني. جبت بحالي الباركي ديالي اخاي، كنخدم المسائل ديالي. انا اصلا ما كنخدمش هناك، عندي باركي رافع سوريا. اجي تعاونتو كنعاونو في الماكينة طحين شفار، اش انا مبلي كنطحن كل عام شفار. المهم خلينا لنا مسكين هادشي هذا. جبتي لك بابولا. داك اللي عطا الله خاي قال لك جبد عليه الشفرة تشكو شي تشكا. حتى شي واحد كان زيالو الدم ديالو ولي ساعدوه ما يموتش. قال لك الدم طاح تما. كيف ما كنعرفو بلي الشخص هذا يعني كان ديجا كيجي لنا الحومه وازعاج كبير من الناس. كيجي كيأدي العواو صغار يقلب. قال لك ديرهم التليفونات يجبد عليهم الموت كذا. شحال من واحد تشكي فيه هنا. عملوا له تنازل. عملوا له تنازل والخواعه وبقى كيجي لنا هنا. هو ما كيتبرى منه. الله يرحمه هاد الكره مواساكم في الخير. دابا بيدو كان كيتبرى منه. يتبرى من بنو. الناس كيتشكاو بزاف على بنو، فهمتي؟ زعما الصيد طاغ طاغ هذا، فهمتي؟ طاغ. والناس كتشكا منو، زقاتها كتشوف شني وقع له. شني وقع له اخي. شي شاف من ويناش ما هو بوم ما نواش يقتل. ما نواش يقتل. اه والله ما نواش هذا الشيء هذا يوقع اخي. طاعت لنا اي واحد. ولي حتى الله تا اخي وكل واحد. ما خاوة كما كتعرفوا يعني دارنا ودارنا وجو عندنا بزاف صحافة. كيما الخاوة نهضروا لك، باقي نهضروا لك نعاودوا لك نفس الهضرة. هشام الخاوة ماشي شي واحد يعني حقار ولا قليل عفة ولا شي حاجة. هشام شكال ولد الناس وكذا، عنده دراية الحومة ديالو عزازين. شنو كتعرف اخاو؟ هذاك جا ادانا وادا الحومة كاملة خاوة. كيما كتعرف اخاوة جا سيار جبد عليه الشفرة. سيد الخاوة ما خصكش تجبد على الشفرة. سيد ندوز وكبيبار وكذا ماشي يعني كالوقر يعني خانك وتي كتسمع بها تجي عتضربو بلوك حشم منك بعد خان مشاكل حشم منك ماشي عتجي عتجبد الشفرة وعتبغي تضربو بها. زول له الشفرة كيما كتعرف ضربو هنايا اتجاه الفخطة في الشمال اتجاه الروح قدامو الأمانة أمانتو. حنا ما نذكروهاش يعني بالشارة ولا شي حاجة، واخا كان حقار واخا كان أي حاجة الله يرحمو. وهشام الله يطلق سراحه ببوبري حتى بقى عندنا عزيز في الدريه الحومه كاملين يعني عندهم عزيز وموقر وين جامع الدار. باقي عنده بنو في عمرو عماي الله يخليه له ياسين. دابا يبقى في كيديك بنو كيفاش غيطلع عايدة بلا اب؟ كيفاش ما يمكنش؟ او جاء اداو خانه دائما يعني في حاله سكر حاله كيجي كيبقى يأتي بنادم هنايا
الله يعدل اي واحد ويشم الله يطلق سراحو يبقى فيك يديك بنو بنو بوبرياس ينفع عمره عامين ولا ثلاث سنين هذاك هو اللي كيفاش غيطلع بلا اب كيفاش الله يعدل له الله يطلق سراحك اخي هشام الله يرحم اخو حنا ما نهضروش بالشر السلام عليكم اخي الجليل واش باش نقول لك لله انا كنقول لك السيد كان الله عمر راس العام ماشي جات مسكينه جنازه الوالده مسكينه في الاربع كنت كنتمنى والله الا كنت كنتمنى من سمعتي كنت كنتمنى تجي الجنازه في الخميس الوالده في الخميس وقف معنا بخوري وقف معنا اكثر من القياس واش ما زعما هو جوز ولكن عمره ما كان حقر ما كان حتى واحد يتحك لا ما كيحمش شي حقره واش باش نقول لك الله يطلق سراحه والله يرحم اخوتي ما نقدر نقول لكم اخوتي اجي اخو عبد الحلاق